قال الذين أشركوا وحي رهدين باي لحي ركوي قالوا بي حي رهدين لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء إلى يهدو دوني عدان استقاهين ما أننا عابدنا ولا آباؤنا آبا يشينا ما يعابدين ولا حرمنا من دونه من شيء بلو فرصة قال لما دي وحي كده قال إلهي غير كين لعابده أمسه إلا صحريميه إلهي وحان الدوريني مثلا آيات كان مركي دويدين أخرنا إلهي وحد المامية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلهي وحد المامية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون هؤلاء إلهي وحد آيات قرآن الصريحة سعادة المامية مثلا أم لهم شركاء والموحي إليهم بأي إلهي لكواء إلهي كل ما نيسين إياه والله محيكوان محيسين إياه شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقو الشرعية يتقن أن الله أقلين بأي إلهي لي إذن كفو الشرعية يتقن أن الله أقلين وأدنى أدك أقبشه معنى إذا وحيته عقيديا إلى دقالوبش هذه أقرمش والله قيا وقفوا إنه الجاهلية محلو عذر ظاره لكن عذر دار كان دون جاينا المنسي لكفين إلهي وحله سبحانه وتعالى قرآن كيس إسوا كورم يا يهود يا نصارى محي قالوا به إلهي وحله اتخذوا أحبارهم والرهبانهم أربابا من دون الله وحي كدك تنبا إلهي ولا تدودي يا صوفي يا دودي أيها ربي يا كدك تين إلهي سكدي وصدابة يودعك تين وذاتك الإرامة ربي بيكو الشيكي مايا آيات تفسير كذا سيويدو كو عبادو إساقو النبي آخرين أيها وحا أييبي من صحابة كمدو واقي هورا كريستان هانجري عدي بن حاتم الطائيين نكا الإرام عدي بن حاتم وحا هانين كريستانا دبتنا تولكي ماشي أي جوغين مركي لتشبيه بو عرارة كريستان كي وقوي الدجناء بوتجي رومان إمبراير كي بصادر كديبا ولا شيء كضبطني أنا هوا اللي سعلي أنا كاس إسلام بون نقضي مركي هو كريستان بوها وعرقها إسلام بون نقضي دبتنا يسقى الربان وإسلام نوادي وضع أيو صادر مالك كواد ونبي جو صادر وحويمي يسقى النبي جو آخر يا آيات القرآن وكور رمي سك كريستان كي ولا كريستان كوه حيكون قالوا به وحي ربي يكرنك تان ولا زدي مركز وحي إلهي الرسول كيسيو ما عبدوهم عدي ما عابدين بإلهي الرسول كيسيو ولا تدع عدي ما عابد الشريف إعدادكو إلهي أي عابد الشريف أنا معي السبر ده مركز وذات عدي عابد ما شرته سديبا إلهي وقلت الماما يدام مثل هذا السر نبي قول حكويد عليه الصلاة والسلام يا لشبي كي يشنبو نبي قول ولا تدودي يا حبارتي أربابا من دون الله وحي تحيبو نبي قولي ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم إلى يحلوا وارميانا وحلالين وحي حرام طاها ميانا وحلالين وحي حرام طاها وارميانا كحرام تنمين با إلهي لي وحي حلاشاها دبيتنا أحركا مقر راعي وامحي ولدد وحي سمية وحي إذا هذا الوحي إلى أي شرعي سكت المامين ممنوعين بين هذا وابنائي وحي إلى أي سبحانه وتعالى وابنائيين وحي إذا هذا ممنوع وصل قانون كيان وقانون كم حوك لا سمينية خمر جوات قوة صار كوالجو يمن كراو حلال إلى أين وحلا وحلا زين دوا الله سمين كراو دور البغايا بالله سمين كراو دبتنا دولة عشوري كسيو جلسة دبتنا والله سعتينية وحي نمن كان يعلن وحل حلالي أي حارات النمائية وحل حارات النمائية وي حلالية نبي قنا وحلية ما كي سدى يالين بو نبي قولي ما فاتبعوهم والراعي فذلك عبادتهم إياهم بو نبي قولي عبادتهم كوشي إيا إلهي إلهي ربي الله قد اكتكوان ربي هين وطاسب النبي قولي عليه الصلاة والسلام ماركو إسلام كو حوغي استي مثلا عهد المدينة إيه دولة إسلامي عهد السلطي وحصوب حي النوع صدحاتهم قالوا دي مسلمين تمدنا كتر سنين والنوع المنافقين تلاي دعوه نوع عاصي صوب حي ما يلا نكتي وحي رميسين يكو عبدستان وقال لي مدود عبدستان يا ما مصالح ما مناسبة يخرجين يا ما وحون يدون يندرد أي وحي دار بدنين عين متسن وحي رميسين ما نيجي مسلم ده بنا ما ينقل كوح لسيلة أي وحكت المامية وحصيدة تنوق قليين يتحي شرعي قواني راعي
شرعي وانا راعين الى يحلي مركز. الم ترى الى الذين يزعمون وارمى ركتابا الى هيري الى الذين يزعمون بالقران كوفر صير يد استعماله كو شيغان يا ما ركتابا الى هيري انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك هنا الرميان محي وحي اديك الهي كوغو سو دجيي iyo wixii horta ilaahay uu soo dajiyay ba kuwa sheeganaya inay rumeeyaan yani kitaabadii hore ee tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo wixii la halmaala isla markaasina sheeganaya inay rumeeyaan nabi maxamed oo adigana wixii lagu soo dajiyay laakiin ilaahay wuxuu ku sheegay iimaankooda maxay zacm sheegasha la yidhi yazcamuuna annahum aamanu qolada tan maxaa ilaahay ku sifaynaya ilaahay wuxuu leeyahay yuriiduuna waxay kaloo doonayaan أن يتحاكموا إلى الطاغوت إن الحكم كدكتان إلى غير وحان ألا الدجين إن يسكو حكمان بالغضب إلى يحلى وقد أمروا أن يكفروا به وحان الله فري إن يكتغان كان كقالوا بعد ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا آياتك آياتك كسيحك إلى يحلى فلا وربك إلى يور دارنا أولا إلى يحلى فلا أي فليس ما أحبا إلهي لي زعمي كي شيغان يا نبما إيمان كي شيغان يا نمجربا إلهي لي كو إلهي مركو أنفيي أيا ألا دارسي كالله دارنا يا وحلو شيغي أنا وادقة إلهي وحلو وربك لا يؤمنون نبي محمد وربي قابا قد دارتيبا إلهي لكوا سينا إيمان لقهلي والله محيكوا أن إلهي وإيمان كأنفيي لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بإلهي إيمان مجربة إلهي إلا يا يقبلان إنا إسكو حكمان لحدودة وحكستا إسكو قبصدان إنا يديك قولي ما دان حكم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وأي ولبا إنا إسن إيمانة يعني قفك إنا دولته قصبت ودي حكم كقصب لغو الرعية وقار لكن وحي إلهي إلهي وين عن طواعية كإيمانهان وإنا وأقبلان إنا إلهي حكم كيسا قاطان كو وأني نفل وحيدي يكهلي ويسلم تسليما وإنه قال سمان ويسديمان بإله إليه هذه صفات قال له وايو إيمان مجروية هذه صفات قال له وايو إيمان مجرو لبك على صارة ولقينا يسكاكين قلطبي مثلا فقط إنه خمر عبا وام عصي لكن وحر رميسي هاي خمر ينو عبا ينو عشياني وحر رميسي إذن قد حكم بشريعة الله وحر كاسي وحكو حكومة يا إلهي شرعيسي وهي وحو الرميسين ومعصق لي ما دام الرميسين الدنبيلية هاي عقيدة دي ساو شكتين الدنبيلية تا معنى يدو حويا وحو أركا وحك فالك موسى ميجي هاسا ميجي لكن اني دنبيتي كاسي قال ما هو دنبيلي وحن بانو حق مطا قانون قو وحو دقا يا اسلامي قال له حكومة لكن مو قالوا بي لكن نكا يلا هذا خمر قواه حلال وقال وحانا اسكوا فقصان علماء مسلمين تقدم مانتون المذاهب الأربعة يوحى الله لي يوحى عالم مسلم كتاب قري أمد تفسيري عالم دي داني مجرى هبايا راضي ما هم سلا عنك يقوكوبا وان قضية إجماع قصوا إن قفكو هدي أبنيه وحى الله ممنوعي أمسه أو ممنوعه وحى الله بنيه إنه قال لمطي ومسألة التشريع مركا دو بارلمانكو شرعي صوت روح عينك ليه فكلهم كفر هذا بارلمان كاسي شرعي قاسي انت يدجيانا يسكر راعان يقول اوك الهي كتاب كيسي كامت خلاف سنون يدجي هذا يقول لكي خمرك عبان قال ماها لابد اوك الله في الصوت مثلا ابليس يا ادم لابد با الهي وحو فري انا وحسما اياه ابليس وحل الى سجود دبيتنا هو سجود واحد آدم نوح اللي رجعتها عنه يا حواء دبيتنا هو يعنه قال إلهي وحكت المامين أنو كهل لما قاليسين قال أنا ولا قاليسين سببتم حيث سببتم حيث هاي آدم وحو قري إنو معصي قري وحنو سبيين يدن بها هاي دبيتنا هو دعيسو إلهي وحو لي ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وحول إله ونفط يدي ما نظلمنا هذا أنا أقول نودا من دافين يعني كوه هو جيانو كمين دي إذن وحو قرسي يا آدم وحنو سبيني معتطاي
عصيان له فعصى آدم ربه فغوى بإله إليه إبليس. لكن محسب سمي إبليس وحولي ما منعك أن تسجد باقي إلى هيدا ومحادك سجود ويدي وحولي أنا خير منه سكو ضغط كانوا قضى ضغط حكم كان غلطان بو قضى ضغط محي حكم كاسليا بو سكو ديدان يولي أردت سيدان ما هي سيدان كلايا حي ما كان لبدا نواك لنوح من يقول لي أردكو بس سيدان ما هي سيدان waxay ahayd ana khayr badan aniga dab aad iga abuurtayna dhoobo isagu markuu xisaabtamay wuxuu siiyay dabkii iyo dhoobada mala dabka faa'iido badan buu isagu ku xisaabtay dabeytana wuxuu yiri maadaama dabkii iyo dhoobada dabku faa'iido badan yahay waa inuu deeka faa'iidada badan la kar kale ugu sujuuda deetana wuxuu leeyahay arintu ilaah uu saad u xisaabisay baa qaldan ah anigu waan ka khayr badanahay aadam inaan sujuudo idan ilaahay wuxuu leeyahay istikbaad buu leeyahay waa isweyneeyay baa ilaahay yiri wakaana min alkaafiriin waxaanu ka mid yahay baa ilaahay ilaahay kuwa gaalooda idan aadam wuu dambaabay laakiin dembigiisii wuu qirsan yahay oo wuxuu arkaa waxaanu sameeyey inay dembigtay ibliise uma arkay inay dembitay wuxuu leeyahay xukumkan baa qaldanay xukumkan kale in la raaco ayaa saxsan marka weligaa masaladu yay iskaga kaa qaldamin ha u qaadan nin qofkii muslimee dembi galaaba in la leeyahay wuu gaaloobay ma aha taa dadka badh baa masaladu aad iyo goor makhluubka u gasha qofkii dembi sameeyaaba lama laha waa gaal laakiin waxaa la leeyahay qofkii baneeya ama qaanuun ka dejiya ama se qaanuuneeya waxa kani uu ku gaaloobaya walow xataa masalan khamriga ma cabtid laakiin waxaad rumaysantahay inuu xalaal yahay walow cabina gaalba bimujarad caqiidatika aad rumaysan tahay caqiide khilaafsan wixii ilaahay u jideeyey idan sharcigu waa mas'ala caqiidiya inuu qofku qaato wixii ilaahay iyo rasuulkiisuu tilmaamay waxaa ilaahay leeyahay كوح با إلهي تلمامي المنافقين وقلت ويقولون آمنا بالله وبالرسول با إلهي وحي أرنا ينباء الليلي إلهي وان الرمين رسول كرا وان الرعصن ووان الرميسن واطعنا وانا نقبل لي مثل ذات حدنا إلهي وحلي ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك انت أدى بديت باقي إذي يجا كم إذا هدنوي تشيسين سابا إلهي لي يشرعك طابا مايا إلهي ما هو قلده كشيل أفرس قرآنك إلهي وحي إلهي وآية قرآن وما أولئك بالمؤمنين بإلهي إلهي وحي إلهي وما أولئك بالمؤمنين ما هكوا المؤمنين بألا لي وإذا دعوا إلى الله ورسوله هدين له أبو يري إلهي رسول كيسا ليحكم بينهم هنا يسكن حكمان وإيسا لحكمان هدين له إذا دور إلهي كتاب يسا عند بغر شرع بوحي شيئا يا الرعنه إذا فريق منهم معرضون بإلهي ركوح كم يدون نبب جيدي سيما رخي سبقى كتابك الله سوى قاضه أي ما بيع رأي اسمه دحمر أيها وأكون ما تنور أياله وما عنطنطه قرنك كان لقاطة شرعك كان إلهي وحلي وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين هذا يوجين كتاب حق سينا يوجين قردما يا روا إيمانا ينبى إلهي لكن مركي يوجين إنه كتاب سكة لشيك يسار يوجو حقا يور ديارنا روس عنين dabarkay ka jeedinaya idan mas'aladoodu iyaga dantooda shaqsiga ah ama waxay rumaysayeen inuu ka socdo ana kama socdaan wuxu xaq bay mise baadil may sharci may mise ma haqaasi shaqadooda ma aha ilaahay wuxuu leeyahay fi quluubihim marad wa kuwani ma qalbigay ka bukaan baa la leeyahay amir taabu mise way shakisayeen maxay ka shakisayeen ya ilaahay subxaana wa tacaala qofku hadaanu ilaahay cilmigiisa ku sugu ku qanacsanayn dee markaa xaq buu leeyahay inuu sharcigu nama cusubo hadduu qofku rumaysa inaanu ilaahay khabiir ahayn walaa yunabiuka mitlu khabiir baa ilaahay leeyahay dee markaa malaa xaq buu yeelan karaa inuu idhaahdo ma aqbalayno hadduu qofku rumaysa inaanu ilaahay xakiim ahayn dee mana qofku wuu doodi karaa laakiin siday suurtagal u tahay adigoo rumaysan inuu ilaahay cilmi badan yahay ilaahay wuxuu leeyahay allah a antum aclamu am illah war ma allah cilmi badan baa alla leeyahay mise idinka dadow إلهي وكتب أبو حلي والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي وحبو قرر يا إذا كتب وحبو قرر ويتابع للي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ورقوت الله إذا كما سنبع إله إلهي إن يرمو إياه بن آدم ما أنت أقوان تيسي مركب بضطي إنسا كل بريء علم إنسا لدافع لقوة إنسا كل بريء في كنورة وهي وحب بطي في حين لقرنيني إلهي وحلي سبحانه وتعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا ذكري ما يشكي hadduu qofku ilaahay ka shakisan yahay jiritaankiisa ama uu ka shakisan yahay cadaaladiis ma waxaad rumaysantahay inuu ilaahay ka axanaya ama dadka badhna inaa lalaynayo badhna daynayo ma waxaad ka shakisan tahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala dadka ina u eexanayo inaanu eexanayn ma waxaad ka shakisantahay inaanu ilaahay xakiim ahayn
oo shay walba halka ku suubana inaanu dhigi karaynin waxaad ka shakisantay inaanu ilaahay khabiir ahayn oo aanu gun ogeyn wixii dhici karay inta waxaad sidaa ilaahay qarniga labaatanaad waxba kama ogeyn kii maxamed uun buu yaqaanay qarnigii laba iyo tobnaad ayuun buu garanayay baad qabtaa hadday taasi jirto de qofku islaam maaha markaa wuxuu doonaya ha qaato mabda uu doonaya kale ha ku dhaqmo haddii aanay taasi jirin xaqu ma laha wuxuu alla faray inuu doorto xaq wuxuu leeyahy inuu gaaloobiyo inuu islaamo laakiin xaqu ma leh markuu leeyahy qofku laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah wuxuu qirayaa uu leeyahy ilaahay baan ogolay in keligii xaq lagu caabudo wuxuu yidhaahda la yasbalo wuxuu kaloo qirayaa qofku erayga kan markuu leeyahy nebi maxamedna inuu yahay rasuulkii lagaga dayanayay qaabka sharciga loo hirgelinayo amase alle loo caabudayo ilaahay wuxuu leeyahy am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayh duulkan baa ilaahay yidhi sharciga diidani afii quluubihim marad ma qalbigay ka bukaan am irtaabu mise way shakisan yihin am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim warasuulu mise waxay ka cabsanayaan in ilaahay iyo rasuulkiisu cadaalad samayn kari waayaan ilaahay baa su-aalahayna weydiinaya xulee qoladiina sharciga diidanow miya qalbiga ka buqtaan ma diintan baydan rumaysnayn mise baa ilaahay leeyay waxaa ka cabsi qabtaan in ilaahay cadaalad samayn kari waayo bal ulaa'ika hum aldaalimuun baa ilaahay yidhi intaa midna ma jirta ilaahay wuxuu leeyay ulaa'ika hum aldaalimuun waa duul raba inay dulmi sameeyaan waxaan leenahay marka masalada sharciga iyo caqiidadu waa shay qura qofku islaamku inuu qaato iyo inuu ka tago labada midba xaq u leeyahy hadduu doono ha qaato hadduu doonona ha iskaga tago laakiin male xaqa odhanaya muslim baan ahaanayaa intaana waan qaadanaya intaana waan ka tegaya xaqaasi ma laha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy aniga dabaday buu nebigu yidhi xadiidka imaamu muslim uu soo warinaya aniga dabaday maa min nabiyin bacathahu allahu fii ummatin qabli ila kana lahu min ummatihi xawaariyuuna wa asxaab yaakhuduuna bisunnati wa yaqtaduuna biamri ma jira buu nebigu yidhi nebi aniga iga horreeyo ilaahay soo saaray ilaa iyo wuxuu lahaa nebi waliba cid u gargaarto oo diintaasi u xoojisa oo qaata sunnadii ilaahay uu nebigaa ku soo diray isla markaa alle nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam suma innaha takhluf min bacdihim khuluuf dabadood dad baa imanaya yaquuluuna maa laa yafcaluun ku dhawaaqaya waxaanay samaynaynin wa yafcaluuna maa laa yuumaruun ficil ula imanaya waxaan la farin nebigu wuxuu leeyahy faman jaahadahum biyadihi fahuwa mu'min bal u farisa hadda cidda sharciga badsha adiga xilka kaa saarin muxuu yahy markaad qof tahay ilaahay wuxuu leeyay nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam man jaahadahum biyadihi fahuwa mu'min ninka la diriraa waa mu'min yacnii ninka jihaadda isagu galaya jihaad wadaa kaasi waa mu'mine diidan sharciga aan kii alla ahayn waman jaahadahum bilisaanihi fahuwa mu'min ninka awooddaa waayey laakiin haysta awooddaa inuu hadlo oo wax caddeeyo oo tilmaamo inay meesha tani baatil tahay kaasina waa mu'min buu nebigu leeyahy kow waman jaahadahum biqalbihi fahuwa mu'min ninka labadaa hore midna waayey way u suurto geli weyday inuu xukumkan wax ka bedelo kow way u suurto geli weyday inuu hadlo oo waxaaba noqday kii hadlaba in madaxa laga gooyo dabeetana way u suurto geli kari weyday inuu hadlo maxaa soo hadhay nebigu wuxuu leeyahy waman jaahadahum biqalbihi fahuwa mu'min ninka qalbiga un kala dagaalama xataa kaasi waa mu'min qalbi kala dagaalamku waa maxay waa ninka aanu qirin waxooda yacni waa inaad qirtaa sharcigu inuu yahay kaalle laakiin haddaad rumaysantay weli inaanu casrigan u suubamin dehmatihid faman jaahadahum biqalbi darajadii u hoosaysayna waad ka lumaysaa darajada ugu dambaysa uu nebigu tilmaamaya waxa weeyaan calal aqal haddaad intii kale awoodi kari weyday inaanay marnaba kaa suulin caqiidadaadii inaad haysataa kitaabka alle inuu xaqa yahay ka uun saxa aana inuu isagu yahay markaad adigu taba kale soo weyday nebigu wuxuu leeyahay walaysa waraa'a dalika xabatu khardalin min aliimaan xabad khardala in leeg khardalku waa midha yoo baxa intaa in leego iimaani kama dambeeya buu yidhi haddaad dee intaana lagaa waayo qalbigiina haddii lagaa waayo dee waxba kuguma ha waxay caddaynaysaa taasi inaanad rumaysnayn kitaabkan inuu cadaalad samaynayo inaanad rumaysnayn ilaahay sharcigiisu inuu mid dadka ku filan yahay taas bay caddaynaysaa wuxuu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam innahu yustacmalu calaykum umaraa fataacrifuuna wa tunkiruun war waxa dhici karta buu nebigu yidhi dabaday inay niman madaxi yimaadaan oo wax wanaagsanna ha ku arki doontaan waxunna ha ku arki doontaan wax isku walaaqaya maxaa laga yeelaya faman kariha faqad buri buu nebigu yidhi ninka naca waxoodaa xun iyo mabda'a qaldan diida
فقد بري كاسوا نبض قلبي النبي ومن أنكر فقد سلم نين كيسب وأذكي سكهد لي إنكره وحكن دي دارة كاسنا ونبض قلبي النبي لي ولكن من رضي وطابع نبوي لكن كرر لك النقضية تبقلا لا بري ولا سلم كاسويا كاسوا نبض قلبي نين كور لك النقضة من نبض قلبي وحين لنا مك مجرى إلهي كتابك سواح لك الصعال إذا أنت أنا إن عسر يرسو بنتامين لقى طابي مضم تين تعسرين لقى طابو إلهي كتابك سوا كتابك وسود تشي آية كل سيدا وحب ورسو ما كل دقى على هذا رسيدا وهجاج ورآية القرآن كأقول دير متى قاني وحي كهضنس قضية الاقتصاد بك هضنس آية القرآن كأقول ترى بضل في سورة البقرة آية أقول دير القرآن كو وحي كور ربي الدين تيسيد الله كلا قاطو إلهي وحلي الدين تبك كلا قاطن إنسان قرآن السماية way taagu wax isteebisaa kala dhaqaaqine waxa wanaagsan baa leeyna qoraal sameysana waxa kan uu ku socdo maxay nidaam iyo maamul yaani waxaan leenay aayadii quraanka ugu balaadnayd ee ugu dheereeyba waxay ka waramaysaa qadiyada iqtisaad maxaa aayada talaaqiye si waaji ka soo horumariyay aayada tan maxaa keenay midna inay diinta lagu daro hadaa aragto maanta nin gabadha sharciga islaamiga ku meersan waligaa kaga dhaadhicmayso ninkaasi gabadha uu qabo way waxa kugu qafileen قفت عن شريعة وحكومة أحسنين وحيسو صحاين إلهي كتاب كتاب كارو الدوات ربي سنة مرقا كما رميس لكن مرقا دارك الربا خود أغمية مكا عايزة خود أغمية عندما كمتو سين تاسية واحد اسكمودي سواء أخي يرى يدو اسكفو دو مكي لا دورنا لغير رسالة سكرة مكي لا دورنا لا سمين كارو مشكلة دم حاين وقا أبوري وحاين وقا أبوري غير قلب إدمالين تو يمي عالم الإسلامي وقميستي شاي خودو كود دالي إنو شرعي قدقا ككتارو dabatanayn biyal final code iyo qaanuunkiisa inuu keeno laakiin dadka waligii uma diidin in masaajidda la galo way wuxuu jiraa way kici doonaa hadaba marka masaajidda iska galaa dumarka say doonayaan ay u guursadaan ha dhaxladaan laakiin maamulka ayay soo hadal qaaday maamulku in ilaahay loo hoggaamiyo taasi meesha ayuu imanay gaalku wuxuu burburiyay waxa ay dal khilaaf islaamiya taasi buu ku guuleystay ilaa haddana guushiisi wuu sitaa oo gaalkii hore markuu tagunba gaal kale madoobi ku fuula midab kuun baa isbedelay maalin dhaweynba halka waxaan ka maqlay gabay nin soomaaliyeed malaa'ul lixdanadii tiriyey oo uu kaga hadlayey waxay isbedelay ingiriiska iyo qoladii kale yani wuxuu tilmaamayay inaan waxay isbedelayaanu nidaamkii ahayna waxay isbedelayaanu raggii uun ahaa ninkii cadaanayn daaqada laga saaray nin kaloo madowna isma doorin gaalkaan diriyo daafta kii koraya dusha midabka soomaalida jiirka mood yani erayaadu tilmaamayaa in waxay isbedelayuun ay yihiin nimankii meesha galay ee aanay ahayn waxa isbedelay maamulkii meesha yaalay waxaynu leenahay ma dhacday intaan isticmaalku inoo iman hortay taariikhda muslimiinta oo dhan isku soo dar ma dhacday waqti la yidhi sharciga intaynu iska laabno aan sharci kale qaadanno wuxuu doraba ha noqdee hore ma u dhacday intaan isticmaalina gumaysan ee khilaafadii u dambeysay islaamka aanay burburin haayo mar bay dhacday في تاريخ العالم الإسلامي مر قرى أيه دعضه مر كي دعضه هو قورمة حنو ماليني الصلاة دي مغربة جبتها على سويته كأنه كدب بينه فضعات الكثير دعضه ما انتهينا هاي ستساع عالم الإسلامي ايه اني تشرك دول المسلمين تلمام ايه وان شرعي إسلامي انا اخو نقمين اما سي شرعي اللي فايده تاريخ دي مسلمين تيو عرف ورمه وقال دعضه بينه وعن صوت المام ايه عهد الاستعمار مركو يمي ايا كواي بلابطين شرعي دمان تي لالاب ما اوران كارو اما سي ما اوران انو نمبو مرد اسلامي قهو ركمي دا ما عين كاسي وحمد دولمين تا ما اوران انو لكن ما تشتا مر لفايداي محاكم تا ايا قانون كدوالي قا اما مسلم كو كو دغم ايا دمان تي انت لغا فايداي متك لالاديقا تاريخ دا مسلمين توردن مركا لبارا حال مرابا يدعبا اوهوري waa waqtigii ay yimaadeen nimanka loo oran jiray tataarka nimanka la yidhaahda waxay soo weerareen dunida muslimiinta oo iyadu isgashay markaasi amanta isqabatay niman boqortooyooyin doonayay ayaa isgalay oo iniba dhinac u booday dabeetana tataarku wuxuu ka soo bilaabay dagaal uu kaga soo qaaday dadka muslimiinta bariga mongolia meeshan la yidhaahdo mongolia dagaalkii ay ka soo bilaabeen say u soo wadeen waxay soo gaadheen dhowr boqortooyo yaryar oo muslimiin ay kolba mid soo dumiyey waxay soo gaadheen inay yimaadaan caasimadii markaa muslimiinta ee la odhan jiray baqdaad baqdaad dhammaanteedna way ka takhalluseen markaa
وأطلع إلى دور أفرتني عشاء وبيع بغداد مرة وديك دريري أنت أين لك واحد وبيع قاركوت خط بي دريري ينبل إلى كتارة دي بحرط دك مسلمين تايل هاي رونا فني كستبع عن نقضي وبيع دا بريتش نقدر نقول لك جيت اللي بتشي وحي لهاي المسلمين واجا تاريخ ضاس دعري أيا نك جنكس خان لو رجع مركو ما شقب صدي وحدة شيء شرعي شرعي بي دولة صوت أفضل إلى هذا الياسق الياسق أبوك الله إلى هذا وكتاب كوبان با ليدي أحكام ليسكو داري أولغو معمول دارا وطك أحكام دار ليسكو داري وحي كوبان تايبو يلي وحا مكتو قاد إن يهود النمدا وحاقا لغا كياني نسر أليدا إن إسلام كان لغا كياني وحا سرداني تانسكو دارو أي أن الحكم كده جينا بقول أي دكت كله حكمه ما هاي كي راهدين وعاسي بالعلماء دي لنا نوري مثلا ابن كثير عالم كله راهد تفسير كله تفسير القرآن العظيم أفرت المجلة الشيخ الصري ماكو شرح يا أيضا لده فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أيضا سيئ إلى هاي ليه ورم حكم جاهلية يعني ما حكم أنك الله هين بيدونية وريا إلهي كحكم في عنبا لا يدعدي وحي قيسان السيد أي شرح هذه وحكو يري آيات التنبوي لإلهي وحكو إنكرا ياكو قصة أو كبع حكم كإسلامي وحانا إلهي تلمام يا بولي عد قصة وعدل إلى ما سواه من الآراء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بأهوائهم وآرائهم وكما يحكم به التصارم من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شطة من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها بمجرد نذره وهواه فصارت في بنية شرعا مطبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله فمن فعل ذلك منهم فهو كافر وحليه عدك استوفع لنا ستة ميسا اسكد إذا إني وحوغا إسلام كم إذا إيا وحوغا كتابك لكم إذا إيا وحوغا بغك النظر كيسا كم إذا وحيت اسكد إيسا الشرع كالكتا إيقوه رمر اسمه ليه وحلغو حكم إلهي كتاب كيسا فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله وقال مدن الله تعالى مبوده حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير الكفر المعاصر إنه وانه لما كان بحان لبدا تني عقيدة إيه شريعته هيا قال لماذا ما أنت عسبه حين لي إلى يوحى تنصبه وحارا لكن أنا وحن لأنه نلاش أردن يدقى له ذا كفر صالح أنا هدى نلاش حينك الله وذنك نلاش بك أصعان مجد اقتصاد بك عماية هدان انت رسل قادة مع ايه خبره دو دماء تايدي دينو لين انت رسكم برك وان فرس بربرش نلبو كنس ليك نقاليان كوير القلبات وعوكت المام اين ايهين ابا الشيء عكس مركز تو انت رسكو سير هذا بولي نقاليه دريد وو كبعه مركز تو انت رسكم بطنع نقاليه دريد وو اهن واسيح معنا يا ابو التلمامي الا حدو التلمامي خبير كي ترمال شخص لورنتري نقاليه كا وتلمام يا إن رأسك هذو صانو صعدبو إلى واحد معيسا إن دقاله الدنيا ده بفي أي رأس كرسين قعنته ولا قلو قوة سنة كل بويسي يرانيا ومتش إدنين بابك كورمه لكن ما أنت ددك وحي إليه إله الزنا ده واحد تلي وحاران وحدو حد جدي عقوبة تلي عدة زنا ده سيقى شاه اللغو قاضي لكن أنا قوح لا نواه جريمة عقابتنا الشيخي سانا ممو ضطه حضارتنا لمسع عنكرته وحي لايه إله واحد هذا قلت لي قاعدت تكسو قال لقو يوا كاسو الصريقة الحكم كاسي لادي لكن وحل لانه وعقاب وحشية بربرية حضارة دمانة لما استعمالي خرم فالكل كفر واسكو مد لمدى فكرة دوت وحرو دحاية تاهرية تدب المجرى ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم 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 يجب ان يكون هناك ا
ibliiska taqaana ilaahay ballan qaaday inuu naar galayo intaaba ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu rumaysan yahay bal eh abu jahal baa kula rumaysan kooxdii nebiga loo soo diray ilaahay wuxuu lahaa walaa isaalta ma khalaqa samaawaati wal arda layaquulanna allah haddaad tidhaahdo iyo cirka iyo dhulka iyo waxaan abuuray allah abuuray bay ku odhanayaan baa la leeyahy walaa isaalta ma khalaqahum layaquulanna allah haddaad tidhaha waan idinka yaa idin abuuray alla bay leeyihin إلهي وحلي قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فقل لا تسحرون يعني إيمان كان أتشيغي سيئن نوعا كان هو يكون الرمي سيئ لكن ما حيكا قد سيئ وحيكا قد سيئن هذا واحد الرمي سنطع التشريع أما قضية حاران في حلاشين إلهي لك قصوا حاسب إلهي وحليه وحيدا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أضعنا ولا حرمنا من دونه من شيء وحكى قد سيئ إيجا إلهي وحليه وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إلهي وحليه ور قال لله ما حكى بقرننا لما إله الرومينينا إنما هو إله واحد والوبي اليمان لليه فإياه يفرهبون فحان إخوتي إذن ليه ابن سوح الرميسنا إنه إلهي أبو ريو إذا خلقتني من نار وخلقته من طين ابن سوح الرميسنا إنه إلهي سبحانه وتعالى يشبه الدنيا ما ملوح لا قال ربي فانذرني إلهي مبري إلهي يسبه لها إلا قيامة حيدين ابن سوح الرميسنا إن قيامة شو ربي فانذرني إلى يوم يبعثون برا إله ولا ما أنت قيامة يجوجي حيدين ابن سوح مكن أرمي حتى إلهي مكن أرمي فبعزتك الله وينه لكن وحاصم بما يعفعين حيوان في عوائي وحيوان في عواية وحو ديدة إنه أقبله إلى أي حكم كيسو نستحيه ما أها إنه عسيان سميه وعنه لإبليس إلى أي وحو للسجود